بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نصل إلى الحديث عن مقام الإخلاص. ولا شك أن الإخلاص هو أساس القبول عند الله سبحانه وتعالى، إذ قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال أيضا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وآيات كثيرة في هذا وأحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإخلاص هو طريق التحقق بالإحسان، أن نعبد الله أو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا يأتي السؤال: ما حقيقة الإخلاص؟ ربنا وصف اللبن الذي يخرجه لنا، إذ قال: نسقيكم من بطون الأنعام من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. فهذا اللبن إذ يحلب، لو وجد فيه أدنى ذر التراب أو أدنى شيء مما يكون من الأرض فيقال غير خالص. فحقيقة الإخلاص تخليص الشيء من كل شوائبه. وهنا إذ نتكلم عن الإخلاص في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، فهو تطهير وتخليص القلب من كل شائبة في علاقتنا مع الله جل جلاله، فلا يكون في هذا القلب إلا الله تقربا وقصدا. فمتى وجد في هذا القلب مع الله في التقرب والقصد غيره بأدنى شيء، فهذه شائبة قد شابت القلب في توجهه إلى الله، فليس بمخلص، أو على الأقل لم يكمل خلوصه لله سبحانه وتعالى. إذن هو في حقيقته تخليص هذا القلب في علاقته مع الله قصدا وتقربا، فلا يكون فيه إلا الله جل جلال الله، ذلك أن نظر الله إلى هذه القلوب سبحانه وتعالى. من هنا تعددت تعبيرات العلماء في بيان حقيقة الإخلاص من باب تقريب هذه الصورة للمؤمن ليسعى ليتحقق بها، كقولهم: تحرير القصد بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى باستواء المدح والذم واستواء السر والعلن، ورآك الناس أو لم يروك، أثنوا عليك أو لم يثنوا عليك، يستوي عندك كل ذلك، لأن العلاقة إنما تمحضت لله وبالله وعلى الله سبحانه وتعالى. فعندئذ يقال قد سار في طريق الإخلاص. وأيضا من تعبيراتهم في ذلك نسيان رؤية الأعمال ونسيان اقتضائها الثواب. تصور إنسان يعمل ينسى أنه يعمل، بمعنى لا حضور لنفسه ولا حضور لحظه في ذلك، إذ هو العمل لله كأن غيرك الذي قام به. فتصور أنت لا يمكن أن ترائي بعمل غيرك، فكأن غيرك الذي قام به. نسيان رؤية الأعمال ونسيان رؤية اقتضائها الثواب، فلا يستحضر حتى مجرد أنني عملت إذن الله سيعطيني كذا وكذا وكذا. هو سيعطي وهو الكريم وهو صاحب الفضل سبحانه وتعالى، ولكن أنا لا أستحضر في عملي أن الله يؤجرني على ذلك، لأنني أصلا لا أستشعر أني قمت بشيء أصلا في جنب الله سبحانه وتعالى. فيكون حقيقة هذا قد سار في طريق الإخلاص. ويعظم الإخلاص ويتفاوت من إنسان إلى آخر. لذلك نجد في التاريخ أعلاما عظاما كبارا قد خلد الله ذكرهم في التاريخ من غير أن نعدد أسماء، وهي كثر، سواء الصحابة أو الخلفاء الراشدون أو أئمة الفقه الأربعة أو البخاري أو مسلم أو النووي أو قل ما شئت في ذلك. إذا أردنا أن نبحث في السر الأعمق في أن الله خلد ذكرهم لأنهم كانوا لله،
ولأنهم أخلصوا لله وصدقوا مع الله سبحانه. ومن هنا قيل إذا كان الصدق هو مطابقة مراد الله سبحانه وتعالى تمام المطابقة، فإن الإخلاص هو الصدق الصدق بأن لا يكون مع الله في قلبك أحد أبدا في أي عمل، لا ظاهرا ولا باطنا. ومن هنا قال أهل العلم الأعمال صور قائمة، أرواحها سر الإخلاص فيها، كلنا يعمل، لكن يا ترى من هذا العمل الذي فيه روح فيه حياة ومن ثم فيه قبول عند الله؟ هو بمقدار وجود الإخلاص والصدق فيها مع الله سبحانه وتعالى. ومن ثم كان من مقتضيات ذلك أنه أبدا لا يزكي نفسه ولا يعجب بنفسه ولا يركن إلى نفسه ولا ينسب فضلا لنفسه، بل الفضل لله أن أعطاك وأن منحك وأن هداك وأن قواك وأن سبحانه وتعالى. وهذا يعني يأتي في سياق قوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لذلك بناء على هذه الآية الكريمة وهذا المعنى من مقتضيات الإخلاص كان قول بعضهم لا أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. العمل من حيث هو أمر الله معظم، والعمل من حيث أنه نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نرجو الله أن يقبله، لكن من حيث أنه صدر مني فأنا لا أنظر إلى نفسي أني فعلت شيئا، ما زلت أشعر أني مقصر ومقصر ومقصر، يحتقر عندك وجوده. وقبل ذلك لا أرجى للعمل أو لقبول العمل من عمل يغيب عنك شهوده، كما قالوا قبل قليل هو رؤية نسيان الأعمال، كأنني لم أعمل، كأن غيري الذي قد عمل. إذن من مقتضيات حقيقة الإخلاص أنه لا يزكي نفسه، لا تزكوا أنفسكم، لا يمدح نفسه، لا ينظر إلى نفسه أنه عمل ما ينبغي أن يقوم به، وفي الوقت نفسه ينسب الفضل فيه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المعاني أيضا لفت النظر إليها أننا أمرنا أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كل ما أقوم به إنما هو من عطاء الله ومن منح الله وفضل الله، لا بقوتي ولا بفضلي ولا بعقلي ولا بعلمي ولا شيء من هذا. بل أبلغ من ذلك عندما يقول سبحانه وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام ومعلما لنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن حقيقة ما أنا الذي قمت بالعمل؟ إذن لماذا أعجب به؟ لماذا أرائي به؟ الله جعل العمل فيه، الله خلق العمل فيه، الله هداني إلى هذا العمل، إذن لابد أن يكون له خالصا سبحانه وتعالى. يستوي عندي وجود الناس وعدمهم، قبولهم ومدحهم وذمهم إلى غير ذلك. وأساس الانطلاق في هذه الفكرة هو أن لا يرضى الإنسان عن نفسه، ومن ثم قد قيل أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عن النفس. لما الإنسان يرضى عن نفسه يتساهل ويتهاون ويرى نفسه شيئا كبيرا، لكن ما دام يشعر أنه مقصر، طبعا دون أن يصل ذلك بنا إلى يأس أو إحباط لا سمح الله، ولكن هذا في جنب تعظيم الأمر في حق الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يكون راضا عن نفسه فيجتهد أكثر وأكثر لعله ينال القربة من الله جل جلاله. فيبقى السؤال في ذلك كيف يمكن أن نحقق هذا الإخلاص في القلب؟ هو أمر هين بالمناسبة، ولكنه أمر عميق في الوقت نفسه، ولكنه قد ترد عليك الوساوس وقد ترد عليك الخواطر فينبغي أن تدفعها. فمن هنا كان مفتاح التحقق الإخلاص، هنالك أمور مباشرة وغير مباشرة. غير المباشرة هي دوام الذكر ودوام العبادة وقيام الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، الصيام إلى غير ذلك من العبادات. لكن الأمر المباشر هو النية، استحضار النية الصحيحة عند بدء أي عمل. بل وكان العلماء في بعض الأعمال يستحضرون نيات كثيرة
لماذا أنا أعمل هذا العمل؟ فلذلك يقوم وكأنه حديث داخلي في النفس. طبعا في البداية قد يكون هذا الحديث الداخلي تتكلف له تكلفا دون أن يكون أن يجري على اللسان شيء، فإنما النية تكون في القلب، فيجري وكأنه يجري حديثا داخليا في البداية يتكلف له، ثم يصبح أمرا مستقرا في قلبه. من أنا؟ من خلقني؟ لماذا أعمل؟ ماذا أعمل؟ لمن أعمل؟ من الخالق؟ من أمدني بالقوة؟ من منحني؟ من هداني؟ من أعظم من الله سبحانه وتعالى؟ من الذي يثيب؟ من الذي يعطي؟ من هذا الإنسان في جنب الله سبحانه وتعالى؟ من هذا الذي أرائي له في جنب الله سبحانه وتعالى؟ من المنعم؟ من المحسن؟ من المتفضل؟ مثل هذه الحوار الداخلي الذي يجريه الإنسان فتنعقد النية في قلبه، إنما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المعطي. من الذي يستحق العبادة؟ من الذي يمكن أن يثيب؟ ما ثواب أي إنسان في جنب ثواب الله سبحانه وتعالى؟ استحضار مثل هذه المعاني يفتح القلب للسير في طريق تحقيق النية الصحيحة الخالصة. إذن النية هي المفتاح في الحقيقة. لذلك الإمام النووي لما أراد أن يكتب كتابه رياض الصالحين، فأول باب كان فيه باب الإخلاص وإحضار النية في الأعمال والأقوال البارزة والخفية. إذن الإخلاص وكأنه يقول ومفتاحه النية، وأن تستحضرها في كل عمل تقوم به، تسأل نفسك هذا السؤال: لمن أعمل؟ ماذا أعمل؟ من يستحق العبادة لذاته سبحانه؟ من المتفضل؟ ولعل ذلك مما يعمق معنى الإخلاص في القلب، يكون في البداية تكلفا ثم يصبح أمرا مستقرا في القلب. لا شك ينضاف إلى ذلك استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقارن به جل جلاله شيء، استحضار عظمة الآخرة أيضا وتفاهة الدنيا، استحضار نعم الله جل جلاله، استحضار لقاء الله بأي وجه سنلقى الله، استحضار الموت، استحضار اليوم الآخر. لذلك ماذا قال ربنا في حق بعض الأنبياء؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وأيضا إذ يستحضر الإنسان أثر الصدق والعمل والإخلاص يقربه أكثر إلى مفهوم الإخلاص، كقصة أولئك الذين آواهم المبيت إلى الغار، فبماذا تقربوا إلى الله؟ تقربوا إلى الله بصالح أعمالهم، فكان لهم القبول والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة. بالبداية تكون الأمر مجاهدة للنفس، يمدنا الله بالهداية والتثبيت لنصل إلى حقيقة الإحسان. هنا البعض قد يسأل: هل مما يساعد على الإخلاص إخفاء الأعمال؟ ليس دائما إخفاء الأعمال مقصود لذاته، هنالك أعمال لا بد أن تكون ظاهرة، وهكذا أمر الشارع: صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، الجهاد، صلاة الأعياد، أمور كثيرة، الصدقة ممكن تكون ظاهرة وممكن تكون خفية، ولكل وجهة ووجه وحكمة، وكل إنسان يقدر. قد يكون بعض أعمالك يجب أن تكون ظاهرة حتى في الصدقة، وبعضها يمكن أن يخفى، وكل فيه نصوص: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن ليست القضية في الإخفاء وحده، ولكن أيضا قد يكون في الإخفاء مساعدا على الإخلاص في بعض الأحوال فهو خير لكم. ولذلك ورد في الحديث: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إشارة إلى معنى هذا الإخلاص أو إلى معنى الإخفاء. لكن أحيانا الإنسان يخفي صدقته فيأخذه العجب، فيأخذه الغرور الداخلي، يصير رياء مع نفسه، وهذا خطير أيضا. بينما أيضا إذا لم نبدي بعض الصدقات كأنه يظهر المجتمع أنه مجتمع بخيل، مجتمع لا يهتم بالفقراء. متى تبرز القدوة؟ لا بد أن نبرز القدوة في الإنفاق أيضا أحيانا، وإذا لا يتأثر قلبي سواء أنفقت ظاهرا أو باطنا، هذا هو الأعلى والأكمل، أن لا يتأثر قلبي ظاهرا أو باطنا. لكن قال: وإن تخفوها فهو خير لكم. إذن هو قد تكون مساعدا للإنسان على الإخلاص. وكما في الحديث أيضا: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومن هنا كان قيام الليل من أعظم أسباب التحقق بالإخلاص، لأنه كما قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا،
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وهكذا وبسياق الحديث عن الإخفاء قال بعضهم: غيب نظر الخلق إليك بنظر الحق، وغب عن إقبالهم إليك بشهود إقباله إليك. الإنسان يستشعر أنه مع الله وأن الله يقبل إليه، يستشعر بعد ذلك ما سوى الله فيغيب عن ما سوى الله فيتحقق هذا الإخلاص. وأيضا قضية أخرى أشير إليها بإيجاز: هل نترك العمل خوف الرياء؟ هذا من تلبيس إبليس. لذلك قالوا: ترك العمل لأجل الناس رياء، لأنه كأنك حسبت لهم حسابا، والعمل لأجل الناس شرك، يعني هو الأشد في ذلك. فإذا لا يلبس علينا إبليس في هذا المعنى فنترك العمل، سواء النفقة الظاهرة أو سواء صلاة الجماعة أو أي عمل آخر. نسأل الله أن يحققنا وإياكم بحقيقة الإخلاص والقرب منه، لنكون ممن اصطفاهم واستخلصهم وقربهم سبحانه وتعالى، فكنا محل القبول عنده جل جلاله في سائر أعمالنا. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.